يقول انه وراء كل اطلاله في الاعلام تمت مسؤول انه الانسان يعرف قبل ما ينطق كلمه يفكر صح يهندس كلماته صح حتى كل اللي بيقوله تأثيره يكون أكثر فعالية الحديث يكون عنده منفعة وجدوى كلمة لا تنسى كلمات من الأخر كي تغني تتفكر لي عيني كنت فيهم التاريخ والمسارات التراكمية بالبيولوجي الإيفوليوشن تراكمي فهذا جواب على الشق الثاني من سؤالك إنه هو بروسس كاملة ولكن بين الطوارئ على التغيير بده يكون الإنسان دقيق بس بقول شغلة بعد قبل ما يعني نكمل الحوار الحكي اللي بنحكي فيه يا جماعة الخير مش عام وببليك لما نقول تغيير يعني بكل بيت بكل وجبة أكل بكل مرة بعيط فيها على ابني أو بنتي بكل أستاذ بفوت على صف بيحكي كلمة بأثر على تلميذ بكل نشرة أخبار بكل كتاب بفتحه بكل شيء قائم على الفرد بداية نحن عندنا صاير فصل بين المفاهيم العريضة جميلة أنت جميلة الخوف هو اللي رح يخليك تكسري حالك احكي مع خوفك تقول له انت ما بتلزم والباب يوسع جمل وسجين حياتك شكرا اهلا احنا خرجنا من الاوتيل ورانا رايحين مع نورة اهلا الكويتية المخرجة الجميلة نورت الكويت وبنت بلادي عزيزتي نورة ويد سوف الغالي الله الله بس أنت بالنص ومريم نسترين غلط سامحيني رايحين باش نحضروا مجلس الديوانية هذو المجالس يديروهم الرجال ويديروهم النساء عندهم يناقشوا فيهم المواضيع ويقصروا في السياسة يديروا مجالس ذكر يديروا كلش في هذوك المجالس قال لك بداوا صغار من 5-6-10 ساعة حتى ولاو يكبروا في هذه الديوانيات ولاو كبار ياك هكا مانيش غلطة نورة في حد نسينا نجيب سيرته إيمان أكيد ما نمر السبالة هي يبا عايلك إيمان يبا مسكين عايلك يا نورا وش ندي لك غنية زيرية تعرفيها تعنا ميلان اللو قالت لي ديري لي موح ميلان موح ميلان وانا ما شنو اسمه نورا ما في عشان نمر لا والله مخرجي زماني مستمر ولحقنا الديوانية هاي نزل من جنج هاي نورة
هاي إيمان. إيمان. very tired. tired. كيف تقولي؟ tired. أهلاً 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 أهلاً. مخلصة. اللهم أسكننا به الظلل. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يشفع لهم القرآن يا رب العالمين، ويقال لنا اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يا رب العالمين. اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ثبتنا حتى نبشر بروح وريحان ورب راض. شكرا لحضوركم وجودكم، تعبناكم جاي من الجزائر، على عيني اكيد مسافه طويله، وشكرا لكم. ان شاء الله مو اول مره ولا اخر مره، ان شاء الله على خير. نورتوا الكويت، اكيد اول زياره الكويت، ان شاء الله تتكرر. يعني الكويت والجزائر ترى بينهم علاقات كثيره، انا رحت الجزائر اول مره 93، فأكيد تنورتونا، وإن شاء الله الملتقى الإعلامي دائما مكانكم ومحلكم. الله يخليك. الله يسلمك. طول عمرك. مشكور. شكرا. قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقتي.